عطوف الفكر دان. حدثني عن حضارة منذ يعني خلق آدم عليه الصلاة والسلام أبادت 70 مليون إنسان. يعني لا يوجد حضارة دمرت الملايين من البشر في سنوات قليلة كهذه الحضارة. هناك نبنيها ونبنيها. من الـ 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 الاقتباسات التأسيسية شديدة الشهرة يعني في المجال هذا عبارة ابن خلدون الشهيرة جدا: المغلوب مولع دائم بتقليد الغالب. الشباب الأوروبي في ذلك الزمان في القرن العاشر الحادي عشر إذا أراد أن يظهر لأقرانه بأنه مثقف يستعمل بعض الكلمات العربية. الفكر دانية فأي يد ستجنيها.